هذه آخر نزهة لنا على الدراجات، أليس كذلك؟ لماذا تقول هذا؟ ما زال أمامي أسبوع قبل أن أسافر. صحيح، لكن علي أن أساعد أبي في العمل منذ الغد. انظر، الجميع يعمل والمزارعون مشغولون. ألن تودع داني؟ بلى، سأتدبر ذلك. انتظراني، هذا ليس عدلا. أسرعي ديما. راسكل يريد أن يصطاد أيضا. هل اصطدت سمكة السلوري من هنا؟ أجل، كانت بهذا الحجم تقريبا. حقا؟ إنها الحقيقة. سأخاف إذا اصطدت سمكة بهذا الحجم. لا تقلقي، لن تصطادي مثلها. وماذا سأفعل إذا حدث هذا؟ سنساعدك بسحبها. أليس الوقت مبكرا على اصطياد السلور؟ ربما، لذلك أعتقد أنه يجب أن نرضى بسمك البلهد. انظرا، راسكل يصطاد في الماء. سأساعدك. شكرا. هاتها. محترف. ديما؟ نعم. هل نسيت أن تضعي طعما على السنارة؟ لا، تعمدت هذا. وكيف ستصطادين إذن؟ ألا يمكنني اصطياد السمك دون الطعم؟ طبعا لا، هذا مستحيل. ظننت أنني سأخدع الأسماك. لن تنخدع. شيء ما علق بالسنارة. أترى؟ ربما علقت السمكة عندما رمى السنارة في الماء. هذا صيدك، فما رأيك؟ ضع طعما على السنارة. حاضر. علقت سنارتي. أهي سمكة كبيرة؟ أجل، سترينها. أنت صياد ماهر يا صديقي. ها
هل علقت ثانية؟ أجل، وهي تسحبني بقوة. الأسماك تعلق بسنارتك فقط، أنت محظوظة. حساب ساعدني. داني، يبدو أن الأسماك في مكانك السري قررت أن تعلق بسنارة غير سنارتك. ها؟ ماذا تفعل؟ سأنزل إلى الماء لأصطاد. لكن الماء ما زال باردا جدا. لا بأس، فقد صوابه لأن الأسماك لا تبتلع طعمه. الشطائر لذيذة جدا، تذوق هذه أيضا. شكرا. هل تريد أن تأكل؟ إنه نعسان. داني، هل قررت أن تطلق راسكال في الغابة القريبة؟ لا، لكنها الغابة التي ولد فيها راسكال. صحيح، لكنني لن أطلقه هناك. لماذا؟ الغابة قريبة من بلدتنا، فإذا خرج منها إلى البلدة كما فعلت أنثى الراكون البارحة، قد يمسك به أحدهم وتكون العاقبة وخيمة. معك حق، إذا أمسك به شخص كالسيد بهاء سيكون في خطر. أظن أن راسكال لن يعتاد الحياة في الغابة بسرعة، وسيفتقد طريقة حياته مع داني، ولهذا سيحاول العودة إلى بيت داني بحثا عن. لكنك لم تخبرنا أين ستطلق راسكال. على الشاطئ الآخر من البحيرة. لن يمكنه أن يعود إلى البلدة من ذلك المكان. كيف ستصل إلى هناك؟ سأذهب بزورقي. صحيح، نسيت أمر الزورق. هل ستسمح لي بمرافقتك عندما تفعل ذلك؟ آسف، لا أستطيع. أنا أريد أن أرى المكان الذي سيعيش فيه راسكال في المستقبل. هناك الكثير من الحيوانات البرية على الجزيرة، فهي غير مأهولة، وأخشى أن يهاجمنا أحدها. أجل، ألا تخشى على نفسك؟ لا تحاولي، لن آخذك كما أنني أريد أن أودع راسك لوحدي. أرجوك. مستحيل. سمكة أخرى ابتلعت الطعم. طعم صنارة ديما. يا لها من فتاة محظوظة. راسكال، أنا وأنت سنفترق عندما يصبح القمر بدرا. تصبح على خير. تصبح على خير، سأذهب إلى النوم. حسنا داني، انتظر لحظة. نعم، ماذا هناك؟ أظن أنه لا داعي لأن تحضر راما لمرافقتك. أجل أبي، لن أجد صعوبة في السفر وحدي، سأذهب في القطار وسألقى راما في محطة المدينة. أنت شجاع، لكنني سأظل قلقا. لا داعي للقلق أبدا يا أبي. جيد، إذن سأرسل برقية إلى راما لتستقبلك في المحطة. شكرا أبي. كنت أريد السفر وحدي إلى المدينة، لأنه يجب أن أعتمد على نفسي من الآن فصاعدا. أعرف أنني قسوت على ديما عندما رفضت اصطحابها معي لوداع راسكال، لكنني كنت أعرف أنني سأبكي كثيرا عندما أفارقه، وسأشعر بالخجل الشديد إذا رأت ديما دموعي تنهمر بشدة.
راسكل، كيف جئت إلى هنا؟ أرجوك ابقى إلى جانبي وإلا سببت لي مشكلة. اقترب موعد سفر داني وفراقه لأصدقائه ومعلمته ومدرسته، والأهم صديقه الحميم راسكل. ورغم أزمة داني، يسعى بديع جاهدا ليعرف من حسام المكان الذي سيطلق فيه داني راسكل. وعندما يحين موعد الرحيل، يحضر الجميع لوداع داني في المحطة، وكلهم يتمنون من أعماقهم أن يتعطل القطار حتى يتأخر سفر صديقهم الغالي داني. يرعاها يعطيها الأمان. في الغابة كان داني مع صديقه حسام، وجد راكونا صغيرا يحتاج إلى الحنان. راسكل راسكل أنت صغير، عش بسلام مع داني بالقلب الكبير. راسكل راسكل لا تخشى الأخطار، داني يحميك في الليل وفي النهار. الألفة والصداقة، الخير والمحبة، الصدق والمروءة، الوفاء يا أحبة، لتكن شعار الإنسان. لداني وراسكل قصة جميلة نرويها في كل مكان، نحكيها لتكون دوما على كل لسان.